السؤال الثالث. السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ، نريد منكم توجيه من فضيلتكم لكثير من القنوات الفضائية التي تبث مسلسلات وبرامج هي حقيقة دون المستوى. شكرا لك. ولا تراهي حرمة الشهر الفضيل. شكرا. نعم، هذا الشيء يلاحظ أنه يأتي في رمضان مسلسلات ومضحكات ومشغلات، وهذا لا يليق بهذا الشهر، هذا شهر فاضل، ولا تليق به هذه البرامج التي لا خير فيها أو هي مغفلة للناس عن ذكر الله عز وجل، ولا يليق بالمسلمين أن يدخلوا في وسائل إعلامهم مثل هذه البرامج دائما وأبدا، لكن في رمضان أشد، لحرمة الشهر ومكانة الشهر، لأن هذا يتنافى مع حرمة هذا الشهر وما ينبغي أن يفعل فيه من الخير ومن نشر العلم ونشر الدعوة إلى الله. نعم.